على إيقاع الربح السريع بلا رأس مال، اندفع عشرات الآلاف من المصريين وراء إغراء صناعة المحتوى في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سنوات قليلة بعد ثورة يناير أصبحت هناك آلاف الصفحات والقنوات التي تدر على أصحابها أرباحا أو تصعد بهم إلى قمة الشهرة أو تدفعهم دفعا إلى انحرافات تدمر حيواتهم أو ذلك كله معا. النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحتاج إلى رأس مال، بل إلى حاسب وكاميرا وميكروفون فقط أو هاتف مجهز بذلك كله وتهيئة صفحة أو قناة، وفور الوصول إلى العدد المطلوب من المتابعين وساعات العمل يبدأ الطريق نحو الأرباح وغيرها. لكن الأزمة تبقى أنه في عصر منصات التواصل الاجتماعي بات الهوس بصناعة الترند أمرا مثيرا للحيرة وأحيانا للجنون. فرغم بعض الترندات التي تسعى أحيانا إلى استعادة الذكريات، فإن بعضها الآخر دفع أصحابها إلى الموت دفعا. فقد كشفت دراسة نشرتها صحيفة ذويك البريطانية في أكتوبر من العام الماضي أن محاولة التقاط صور السيلفي الغريبة وغير التقليدية أودت بحياة 259 شخصا منذ عام 2011 إلى 2017. وفي الشهور الماضية كان الهوس بالشهرة أو الثراء السريع من خلال السوشيال ميديا دافعا إلى نهاية موجعة ومؤلمة لأصحابها. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام. وزي ما شفنا في هذا التقرير، الهوس بالشهرة أو السعي وراء كسب وجني الأرباح والأموال، دول سماتين من السمات اللي بيميزوا عصر السوشيال ميديا زي ما حضراتكم يمكن لمستم وزي ما حضراتكم عارفين وبتشوفوا أمثلة كتيرة جدا على هذا الموضوع. خلينا نتناقش بشكل موسع في هذه القضية مع ضيفين كريمين، دكتور محمد فتحي يونس مدرس الإعلام، أهلا بحضرتك دكتور محمد، أستاذ محمود صالح محلل مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا بحضرتك أستاذ محمود. يمكن في التقرير زميلنا هشام سلام بيقول أنه هذا الهوس، هوس الاهتمام الذي تحول عند البعض إلى هوس دكتور محمد جه بعد 2011، هل تتفق معه في هذا الرأي؟ انا ما يعني مش هو بس 2011 باعتبار انه مرتبطه بالربيع العربي، انا ما اعتقدش ده، هو مرتبط، هي ثقافه الديجيتال بشكل عام او ثقافه وسائل التواصل الاجتماعي بدات مع الفيسبوك قبل كده بكام سنه يعني. فيسبوك وتويتر وما يحملانه من مواقع او مدونات او طب انت صفحتك على الفيسبوك من سنه كام؟ يمكن 2009. هو الحقيقة كانت وسائل التواصل الاجتماعي الاشتراك فيها كان محمل بحاجات كتيرة جدا، محمل بالاستفادة من المزايا اللي بدأت، اللي هي فكرة الحرية المطلقة، فكرة التفاعل مع الناس. بس بمرور الوقت تحولت هذه الأمال والطموحات سقطت أو تشوهت، وشفنا توجيه لأصوات في بعض انتخابات في الدول الأجنبية، شفنا صناعة ترند، شفنا أخبار زائفة، شفنا مسالب كتيرة جدا من وسائل التواصل الاجتماعي جنبا إلى جنب مع إيجابياتها يعني. تمام أستاذ محمود، عدد اللي عندهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد إيه؟ فيسبوك مثلا في إحصائية ولا لا؟ مش حافظ بالضبط رقم المستخدمين الفعليين في مصر، بس ملايين. خلال الساعة الواحدة بيخش تقريبا 52 مليون زيارة للمواقع التواصل الاجتماعي في مصر. 2 مليون مصري بيخشوا كل ساعة يبصوا على حساباتهم كل طب ساعة. هل احنا عندنا ثقافة التعامل مع هذه المواقع؟ يعني هي بتتبني طبعا مع الوقت، وباختلاف بقى الويب سايتس اللي بتطلع كل شوية او الابليكيشنز اللي بتطلع كل شوية، بيظهر مجموعة من الناس هي اللي بتأدي الشكل التعامل على الابليكيشن اللي طالع، سواء مثلا يعني مؤخرا مثلا بدأت الناس تتجه لتيك توك، مش عارف انستجرام خدت نفس المميزات اللي موجودة على تيك توك وحطتها في ريلز فبدأت تستخدمها. طب اللي بيروح على تيك توك، اللي بيروح على تيك توك عايز يشتهر ولا عايز يعمل فلوس؟ في مصر مؤخرا اللي بيطلعوا على تيك توك كلهم بيبقوا عايزين طبعا الشهرة، ومعظمهم سنهم طبعا بيكون صغير، ده بيؤدي بقى للمشاكل اللي احنا بنشوفها زي الأواضي اللي بتطلع كل شوية نتيجة ما فيش توجيه طبعا من الأهل في أوقات كتيرة، ونتيجة تانية ان ما فيش سيطرة على أو وضع قانوني بيحكم شكل المحتوى اللي بيتم إنتاجه على المنصات دهيت من وقت الآخر. حتى طريقة جني الأرباح على مثلا منصات زي تيك توك مش معروفة بالظبط شكلها عامل ازاي،
فده برضو بيؤدي ان يبقى في عشوائيه اكتر على المنصات المنشاه. طيب خلينا نرجع للدكتور محمد. دكتور محمد، يعني ايه صناعه ترند؟ صناعه ترند يعني اشتراك اكتر من عدد كبير جدا من الناس حول موضوع معين، فبيعمل الاجنده بتاعت النقاش في نفس اليوم. ده كان بيعمله زمان وسائل الاعلام التقليديه، زي مثلا بيجي في نشر التسعة، لو تفتكر نشر التسعة دي كانت أهم الموضوعات التي تناقش في مصر في نفس اليوم، وبالتالي الناس بتعمل نقاش على الأجندة بتاعت نشر التسعة أو العكس. دلوقتي فهي كانت الترند. دلوقتي احنا وسائل التواصل الاجتماعي هي بتعمل ترند للناس، اللي هو توجيه اكبر عدد من الناس لاهتمام موضوع بعينه. ليه مكاسب بقى سياسيه، ليه مكاسب رياضيه، ليه القضاء على منافس، ليه ممكن يبقى طبيعي. الترند احيانا بيبقى طبيعي، بس للاسف في اغلب الاحوال بيبقى صناعه. يعني مدفوع فيه فلوس. طبعا طبعا، ومخطط ليه ومخطط ليه شرائح بعينها واماكن جغرافيه بعينها. ان انا وحتى في الاستثمار النجومي، يعني في بعض النجوم بيعملوا افيهات مصنوعه عشان تبقى ترند، او صور عشان يبقى ترند، يبقى هو تحت الضوء اطول فتره ممكنه، او على الاقل خلال 24 ساعه. استاذ محمود، هل سهل ان انا يعني اكسب فلوس من مواقع التواصل الاجتماعي؟ في طرق قانونيه اللي انت تكسب بيها فلوس من على التواصل الاجتماعي، ولو هي في الاخر المحتوى هو اللي بيحدد ده في الاخر، يعني ده كنت اذا كان في الاخر. فلو انت قدرت تنتج محتوى مناسب الناس قدرت تتفاعل معاه بصوره بقى قانونيه او بصوره طبيعيه، يعني بدون اي تدخل من حسابات فيك او كده، هتقدر تحقق ارباح، والارباح قد تكون ارباح كويسه جدا. وفي مصريين كتير بيقدروا يعملوا ده، بيقدروا ينتجوا محتوى كويس فالناس بتتفرج عليه، فبيجي لهم عليه اعلانات فبيقدروا يكسبوا. يعني هي الفلوس اللي بتيجي للموقع او للصفحه من الاعلانات، ولا اشرحها لي. طيب، هو في طريقتين ان انت تقدر تحقق بيهم ارباح. لو تخيلنا مثلا ان حد هينتج كونتنت، والكونتنت ده عباره عن فيديو مثلا، تمام. ففي نوعين، ان الكونتنت ده نفسه يكون اعلان، ان انت هتعمل اعلان لمنتج ما وهتاخد عليه فلوس مقابل عدد فيوز معينه انت هتحققها، تمام. اعلان بقى شاي بيبسي وطيبر اي حاجه، تمام. في النوع الثاني، ان انت عملت اعلان دلوقتي، انا اسف. في نوع تاني من الارباح اللي ممكن تحققها عن طريق ان انت بتنتج كونتنت، ممكن تمثل انت واصحابك مثلا فيديو، ففيسبوك هو اللي هيبدا يدفع لك مقابل ان يبدا يظهر عليه اعلانات على الفيديو اللي انت انتجته. فالفيديو بتاعك مثلا لما يحقق مليون فيو، الفيديو نفسه لا يحتوي على اي اعلانات، بس الفيديو بتاعك لما يحقق مثلا مليون فيو، فانت هتاخد مقابل مثلا $1,000 وهكذا. بس هو طيب. انا بس عندي اضافه في المساله، هو الربح من وسائل التواصل الاجتماعي متنوع جدا، سواء متنوع من حيث المحتوى، يعني في ناس بتعمل بودكاست مثلا، في ناس بتعمل على اليوتيوب، في ناس على الانستجرام او التيك توك، متنوع جدا. نمره اتنين، مختلف، يعني مثلا عدد المشاهدات في مصر، يعني مثلا يوتيوب غالبا بيبقى من نص دولار ل 2.5 دولار او 3 دولار في لكل مثلا اظن 100,000 مشاهد، بس ده بعد عدد ساعات معينه خلال السنه. الحسبه دي مش موجوده في السعوديه او مش موجوده في امريكا، بتختلف من مكان لمكان. الفيسبوك كذلك. انما في ربح اخر بيتم عن طريق الاعلانات. الاعلانات هو الشخص نفسه بيبقى سليبرتي، بيبقى شخص مشهور، فبالتالي بعض الشركات او المنصات بتهتم بتواجده، ممكن يعيش حياته على هذا النمط، يعني بيلبس لبس معين، يدخل محل معين، يشتري حاجه معينه، فيعيش حياته ببلاش ويكسب فلوس. طب والله حاجه كويسه بس للاسف في سياق تاني ممكن ما يكونش بيقدم حاجه. يعني عارف امبرتو ايكو اللي هو عالم الثانيات المهم، يعني والروائي المهم، بتاع اسم الورده، قال ان وسائل التواصل الاجتماعي جابت الناس اللي هم قاعدين في البارات والحاجات دي، خلتهم يقولوا ارائهم، الاراء هذه الاراء السفيهه تروح للمجال العام. هي المشكله ايه؟ انا شخصيا ما عنديش اي مشكله ان اي حد يقول رايه، بس عندي مشكله ان هو يتناول الاحداث بلا تدقيق. عندي مشكله ان هو يقدم محتوى تافه. انا شفت مثلا قناه يوتيوب شهيره لبعض الناس لحد معين، يعني عاملين حاجه اسمها تحدي الكريب.
انا مش الحقيقه مش عارف يعني ايه، يعني هو فكره الناس بتاكل اكبر قدر ممكن أكبر قدر والناس ممكن. بتتفرج. طب ما هو ده لازم نروح لدكتور نفساني عشان يقول لنا هي في بعض نظريات الاعلام بتفسر ده اللي هو الاستخدامات والاشباعات ان هو شايف مفارقه. بص حضرتك، هو القيم الخبريه هي من يوم ما ربنا خلق الناس. الناس بتروح بعينها على المفارقه، على الافيه، على الجديه. بس طبعا. هو بقى كقائم باتصال ما بيعرفش ينقي اللي بيقوله. طيب خلينا نروح فعلا لدكتور فادي صفوت، اخصائي الطب النفسي، عبر سكايب معايا دلوقتي. دكتور فادي مساء الخير. نور زحتك يا فندم. اهلا وسهلا دكتور فادي. يعني الهوس بالشهره، السعي وراء جني الاموال والارباح من مواقع التواصل الاجتماعي، تفسيرها العلمي النفسي الطب النفسي بيقول ايه؟ تمام. طيب في ناس كتيره بتخش في السوشيال ميديا، في ناس بس في فكره الناس اللي بتسعى ليها بقوه وبتكسر قواعد نفسيه او قواعد مجتمعيه او اسريه كتير عشان توصل الموضوع ده. فده بيرجع ان ناس كتير شايفه ان هما حياتهم بلا قيمه، انا مش مهم، الحاجه الوحيده اللي خليني مهم ان اكون مشهور على السوشيال ميديا وبقيت ترند والناس كلها بتتابعني، فانا هدفع اي ثمن اقدر ادفعه عشان افضل محور الاهتمام. ففي ناس شخصيات بيبقى عندهم شخصيات نرجسيه مثلا، او في ناس بيبقى عندهم صغر في النفس مش حاسين باهميتهم خالص. فانا يعني انا زيرو، لو حطيت جنبي واحد بس بتاع ميديا ابعد 10، هو ما تشيل مني واحد بتاع الميديا ده انا رجعت زيرو تاني، انا ولا حاجه. وبيبقى متالم، حاسس ان ما حدش شايفه، وعلى طول بيدور ان هو يعمل حاجه جديده او افتكاسه جديده، فعلى طول بيلفوا في دايره العذاب دي كتير، وبيعملوا اي حاجه عشان يعملوا كده، وبالذات لما يشوفوا الناس تانية شبههم نفس تفكيرهم، بالذات لو ما عندهمش محتوى قوي يقدموه او حاجه مفيده. طب فلان جاري دوت ده نجح، يفرق عني ايه؟ فيقعد في لوم في نفسه اكتر، ويقعد في يحرق في نفسه اكتر، ويحاول بكل الطرق الممكنه ان هو يتصعد ويعمل نفس الامباكت دوت والناس تشوفني. كان في عالم، كان في يعني فنان مشهور بره اسمه اندي وورهول، كان في الستينات مشهور دوت، فكان بيتنبا ان هو في الالفينات ان من كتر ما فكره الترند دي بقى هتسيطر على العالم نتيجه الميديا وشغل التلفزيون، كان بيعمل سبوت كتير على ناس معينه، ان هم عشان يرضوا العالم كله كل واحد في العالم هياخد 10 دقائق من الشهره. كان عشان كده في اكسبريشن مشهور 10 minutes of fame، كلنا بندور على 10 minutes of fame دي، يعني شدني بقى الموضوع ده وخلي الناس كلها تتفرج عليا وشوفني دلوقتي. ده برغبه ان انت تكون متشاف، تكون انت حد محور اهتمام وانتباه للعالم. فانا مش مع يعني الترند نفسه ان انت تعمل حاجه كويسه والناس تاخد بالك منها، انا مش شايف فيها حاجه غلط في حد ذاتها، بس المشكله ان انت لما الموضوع يبقى ادمان ويبقى فعلا حياتك النفسيه وحالتك المزاجيه وكل يعني محور حياتك انت ما تعرفش تعمل. طب مر عليك او جالك حد عنده يعني هذا الادمان؟ تاني يعني ماشي بقول لحضرتك، يعني هل حد من يعني المرضى النفسيين كان عندهم هذا النوع من المرض اللي حضرتك اشرت اليه، الادمان، يعني ادمان مواقع التواصل الاجتماعي؟ تمام. هو ادمان مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا باشكال مختلفه كبرامج صور او برامج التواصل الاجتماعي عامه، ده حاجه بقت مستحدثه ودخلت في الجايد لاينز الجديده بتاعتنا في النقطه دي، ان هو السوشيال ميديا ادكشن اللي هي قواعد معينه وكلام. بس ممكن استخدم الحاجات دي ليا انا بشكل شخصي، بشكل انا بحب اخش امشي حاجه اعملها او زهقان فعلى طول ماسك الموبايل في ايدي عشان مش قادر اواجه العالم تاني العادي، فواجه العالم الافتراضي كتير. دي مشكله. بس احنا بنتكلم بقى مشكله الترند، مشكله ان انا مش بس انا على السوشيال ميديا، انا عايز السوشيال ميديا كلها تبقى بص عليا انا، شوفوني انا بعمل ايه، اتفرجوا عليا، ده اللي بتكلم عليه. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور فادي صفوت اخصائي الطب النفسي، شكرا جزيلا. ارجع لضيفي الكريمين استاذ محمود صالح، هل يعني تحقيق البعض لشهره عبر مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال هذه المواقع بتغري الاخرين انهم يعني يسعوا نفس لنحو الهدف؟ ده حقيقي. هي بس النقطه بتاعت ان تاثير ده على صحتهم النفسيه، المنصات نفسها شافت ان فعلا ده مؤثر على صحتهم النفسيه. مؤخرا في تحديثات بتحصل على مثلا انستجرام ان هي بطلت او عند مجموعه ومجموعه بتجرب ده على مجموعه مستخدمين يعني مؤخرا، ان هي ما تظهر لهمش العدد بتاع الفيوز على الفيديوهات
علشان شافت ان انت دلوقتي لما الناس بتشوف الفيديو ده عليه مليون مشاهده فبيبدا اشمعنى هو عنده مليون وانا لا، او بيبدا يعمل افعال يعني مش مظبوطه علشان يبدا يحقق الفيوز دي. فبداوا يجربوا ده على مجموعه مستخدمين، ان هم يظهر لهمش مثلا التفاعل اللي حصل على الفيديوهات قد ايه المشاهدات، علشان شافت ان ده فعلا بيأثر على صحته النفسيه بس بداوا يجربوه. يعني حاله كده دكتور محمد نسميها مثلا الغيره السوشياليه. هو بس في مشكله كبيره للسوشيال ميديا رغم كل مميزاتها، ان في تراجع لدور النخب. يعني بقى المعيار الاساسي هو الفيو المشاهدات، المعيار الاساسي كمي، المعيار الاساسي استهلاكي، فده بتسود بقى خطابات مبسطه، وده في النهايه بتتراجع مناقشه القضايا الجاده. يعني لو في قضيه حقيقيه والناس بالشكل ده الترند بيسطحها، فقيمه الراي العام نفسها ما بقاش ليها قيمه. يعني الرأي العام لما بيجسد في الترند وبيختفي بعدها بيوم ما بقاش الرأي العام له قيمة، بيبقى وقتي كده، بيبقى وقتي. نمرة اتنين، احنا مثلا في الميديا نعرف الصحافة الصفراء طول عمرها الصحافة الصفراء دي بتجيب بتوزع كتير جدا بس تأثيرها قليل. انما ده كمان دلوقتي هل نفس الشيء بالنسبه للسوشيال ميديا؟ طبعا اللي بيحصل دلوقتي ايه فعلا، هل تاثير السوشيال ميديا قليل زي وقتي فقاعة صابون؟ يعني وقتي الى حد كبير يعني. والنخب بشكل عام بتتراجع. يعني اما يبقى في حد مهم قوي في مجال بعينه بيفهم في مثلا في علم النفس، قدام حد تاني بيقدم محتوى كوميدي بتتناول قضيه في علم النفس، الناس هتروح للمحتوى الكوميدي وهتسيب صحيح. الدكتور اللي هو قضى عمره بيقرا في ده وبيحلل بشكل جاد. فده تراجع دور النخب ده حاجه صعبه جدا وسلبيه للغايه يعني. بس برضو انا مش عايز اشيطن السوشيال ميديا، لان احنا لازم نستثمر السوشيال ميديا بشكل ايجابي. يعني احنا بنتكلم على التيك توك واحنا باصين له كده في فريم انه منصه للانحلال، لا، احنا عندنا واشنطن بوست عندها حساب على التيك توك بتعمل تقرير وبتكيف الماده الاعلاميه لامكانيات التيك توك. فاحنا لازم بتستغلها او طبعًا. بتستثمرها كمنصه اضافيه علشان تحقق يعني مشاهدات او قراءات او وبرضه بتراعي بقى الفرق ان دي صحافه مواطن، ان ممكن اي حد يطلع يقول فيك نيوز او خبر زائف، انما الواشنطن بوست مش تقول كده. فاحنا دورنا كصناع محتوى ان نقدم محتوى جاد يلائم هذه المنصات الجديده. طيب خلوني اروح للسؤال اللي احنا سالناه للناس، الناس اللي بتكسب فلوس من السوشيال ميديا تستحقها ولا لا؟ سالنا يعني عيله عشوائيه في الشارع، ونشوف ونتابع مع حضراتكم الاجابات. السوشيال ميديا عباره عن حظ، عامل زي ما اكون زمان الشيبسي والكلبس بيطلع حاجه كده تلاقي فيها المكسب وبتاع. والله انا شايف ان هم مستحقين عشان هم بيعملوا مجهود يعني، وبيبقى في مونتاج وحاجات من دي، فانا شايف ان هم يستحقوا كده. وكمان هو لو بيقدم محتوى حلو فايه المشكله؟ والله في بعض منهم يستحق وفي بعض لا يستحق. يعني في بعض ناس بتعمل مثلا زي يوتيوب، مثلا واحده قاعده تعمل تقشر بصل، واحده مش عارف شرف على رجليها مش عارف ايه، بتعري حاجات كده يعني غير اخلاقيه بالمره، وبتعمل ترند من خلال ايه؟ ان بتلفت نظر الناس، فالناس بتتفرج على الحاجه دي هاتي، فخلاص هي كسبت فلوس لان عملت كذا. على حسب المحتوى اللي هم بيقدموه، يعني مثلا لو بيقدموا محتوى حلو ما فيهوش يعني ما فيهوش اي خل يعني النظام المصري، يبقى حاجه كويسه ممكن يكسب فلوس عادي. اما لو هو محتوى بذيء بيظهر فيه جسم حد او جسم منت او اي حاجه، لا حاجه ما ينفعش خالص. معلش مش هتكلم في الحاجات دي علشان ماليش فيها. الفكره كلها ان انت ما تحاسبش ان الواحد بيعمل محتوى ده هو يستحق ولا لا، ما هو اللي موصل له المعلومه دي او اللي بيديله فلوس ده ايه؟ المشاهد نفسه اللي بيشاهد الحاجات ديت. اكيد في ناس فيهم مستحيل تكسب المكسب ده، وناس فيهم بتيجي بتلعب معاهم الحظ والصدفه. طيب نشوف يعني رأي ضيوفي الكرام في اللي احنا شفناه دلوقتي. اتفضل يا دكتور. هو لسه ما فيش طبعا، هو حلم الثراء ده حاجة مهمة جدا، وحلم النجومية يعني برضو حاجة مؤثرة للغاية. بس احنا لازم نفهم، لو بنتكلم عن النجومية على سبيل المثال، ما هو في نجومية مؤقتة، في نجومية بتبقى جاية من الصدام مع تقاليد المجتمع. ما هو مش كل حد مشهور جيد، يعني ممكن ابقى مشهور لمجرد الصدام مع تقاليد او اطلع. لذلك احنا شفنا مثلا حاجات جنونيه، يعني شفنا خلال الفتره الاخيره بعض اليوتيوبر او الانفلونسر بمعنى صح، اللي بيطلع بنته يرعبها، اللي بيعلن الحاده، كل ده
هو بيغازل الصدمه، بيغازل، بيعمل فرقعه كبيره جدا عشان الناس تشوفه. كمان في حاجه اخطر، ان حتى النخب المتعلمه الخبيره بعضها يعني بقى يجري ورا الجمهور مش العكس. المفروض ان هو ينير الطريق للاخرين، لا هو شايف ان الجمهور بيسحبه علشان يعمل جدل. شفنا شخصيات دينيه على سبيل المثال بتعمل جدل طائفي علشان خاطر يزود التفاعلات فبالتالي يزيد الفلوس. وده حاجه خطيره جدا، ان دي خيانه للمثقف او للخبير لو كان خبيرا يعني. دي بعض سلبيات. طيب اللي سمعناه في الشارع رايك في ايه يا استاذ محمود؟ هو الناس حقها ان هي تعمل فلوس من يعني الفلوس دي من حقها اكيد، بس في الاخر حتى مش بس ضوابط مجتمعيه بيفرضها المجتمع يعني على شكل المحتوى اللي بينتج، ولكن كمان المنصات اللي بتدفع فلوس سواء كانت يوتيوب فيسبوك او تويتر بتدفع فلوس مقابل ضوابط معينه كمان لازم تكون موجوده في المحتوى ده. فمثلا الاب اللي بيضرب بنته مثلا علشان يحقق مشاهدات كبيره، الفيديو ده انا اؤكد لك ان هو مش هيحقق اي ارباح، بل بالعكس لو صاحبه نفسه صفحته مثلا كانت بتحقق ارباح قبل كده هيتشال منها ميزه تحقيق الارباح ويتسحب منه فلوس وحاجات زي كده. ففي الاخر طبعا الضوابط دي ليست كافيه ان احنا نلاقي محتوى مناسب للمجتمع يعني، ولكن المنصات نفسها بتحاول ووسائل الاعلام عليها دور تاني، الاهالي عليهم دور تالت وهكذا، لكن في ضوابط ان انت تحقق بيها ارباح. هي مش اي فيديو هتعمله، لو واحد مثلا قرر ان هو ينتحر مثلا علشان يعمل فلوس ما اعرفش يعمل بيها ايه بعد ما يموت، بس في الاخر برضو ده مش هيكون مناسب ومش هيحقق اي ارباح على المنصه. يمكن الدكتور محمد انت اشرت الى يعني بعض اليوتيوبرز المشاهير يعني في هذا المجال، اللي هم مثلا زوج وزوجه اللي بيتعاملوا مع طفلتهم وبيرعبوها وبيعملوا حاجات كده يعني غريبه شويه عشان تجي لهم نسبه مشاهدات. المثال ده الناس اختلفت عليه، في ناس بتقول لك والله ده حياتهم وانتوا بس حاقدين عليهم لانهم بيكسبوا كتير وكده، في ناس ثانيه بتقول لا ده ما ينفعش يعني. هل النموذج ده مغري برضو انه يتكرر وانه يكون؟ هو طبعا نموذج مغري لانه هو نموذج سهل. ثانيا هو بيلعب على بعض على مكبوتات الناس، يعني مثلا تحدي الشراء في بعض في احيانا كده كان طالع موضه كده اللي هو تحدي الشراء، اللي هو يدخل يشتري اكبر قدر ممكن من ده بصرف النظر عن اليوتيوبر يعني اكبر قدر ممكن من البضائع في زمن معين. فده ده بيعمل رواج لحاجات استهلاكية ولبعض الشركات. عشان كده أنا بقول أن هذه التحديات ليست بريئة، أن هو التحديات اللي بتطلع في وقت معين ده ليست بريئة. بالنسبة لليوتيوبر لو بنتكلم على الأطفال، لا طبعا أنا ضد ده لأن ده بينتهك الطفل. يعني كمان لازم في ملاحقة تشريعية للتطورات الحديثة. أنا واحد بيستثمر بيرعب طفل أو بيضربه أو وعايز يجيب من ده فلوس، لا طبعا ده ضد أي قيم وضد القانون كمان. فالحرية هنا بتقف عند حد معين. إنما هو بيقدم محتوى تافه هو حر، بس أنا دوري إن أنا أنتقده. أنا مش بقول أنا دوري إن أنا أنتقده، وده برضو جزء من حريتي. وأعمل وعي للناس إن ده مش إن ده مش همنعه يعني، لا ما منعوش، لو مش همنع على التفاهة لأن برضو دي أذواق. بس احنا انا بس هدلل على صحه كلامي بحوادث تاريخيه، ان في بعد الربيع العربي مثلا كان في يوتيوبر سياسي او مش يوتيوبر يعني كان في مدونين سياسيين، كان كل واحد بيبقى عنده اللي هو ماكرو يعني بيبقى عنده مثلا مليون او حاجه كده. طيب كم الريتويت بقى اللي على تويتر للناس اللي عندها مليون دي قد ايه دلوقتي؟ قليل بعضهم طبعا. ليه؟ لان التاثير قل. فاحيانا بتبقى النجوميه مرتبطه بزمن والكم الكبير ده مش بظرف معين والكم الكبير ده مش دليل على مش استثمار ابدي يعني مش تسليم ابدي وشيك على بياض للناس ان هي تفضل نجمه للابد. جميل. طيب هل في استاذ محمود فئات عمريه يعني بيجذبها يعني هذا الحلم، حلم الثراء يعني او حلم الشهره، ولا مفيش فرق؟ هو مفيش فرق، بس في منصات بيجذبها اعمار معينه يعني. لو لقينا حتى في مصر هنا هنلاقي مثلا تيك توك اقل من 18 سنه عليه عدد كبير جدا من المصريين وعدد كبير جدا بينتجوا محتوى عليه. بيختلف الامر بالنسبه لفيسبوك، بيختلف الامر بالنسبه للانستجرام. لكن فكره الثراء اكيد يعني ناس كتيره بتحلم بالثراء السريع، خصوصا ان هو شايف ان هو مش هيعمل مجهود كبير علشان يحقق شايف مثلا فيديو ايه يعني فيديو سهل هو تتعمل وجاب ملايين، اكيد ده راجل دخل له مثلا $1,000 و$2,000 فليه ما عملش زيه؟ فده حلم ثراء سريع يعني بيحلموا كتير من الشباب يعني.
لكن ما فيش يعني مش متحدده بفترات عمريه معينه لا. برضو كمان دكتور محمد في فئات اخرى يعني مش محتاجه شهره مش محتاجه فلوس وبرضو زي الفنانين مثلا او بعض كبار الفنانين. هو انا لاحظت ده من فتره ان منصات التواصل الاجتماعي بتعيد احياء بعض الفنانين، يعني احنا مثلا بنكتشف خف الدم فنان ما كناش نعرف ان هو دمه خفيف الا من خلال السوشيال ميديا من خلال ردوده او الاشتباك مع ده مين ده؟ لا انا مش هقدر لان يعني انا لا هو في اكتر من حد على تويتر مثلا يعني انا لما قلت لي خف الدم فذكرت صلاح عبد الله الاستاذ صلاح عبد الله وفي محمود البزاوي كمان وفي اهتمامات اخرى للفنانين في جوانب ما نعرفهاش عن الفنانين التواصل الاجتماعي كشفها زي الاستاذ نبيل حلفاوي مثلا والجزء الرياضي ردود محمد هنيدي مثلا فهو انا بعتبر ان الديجيتال سوق وهو ممكن بيعرض مهاراته مرة أخرى بحيث أن يتم استثماره في أعمال فنية يعني وفي ناس عايزة تبقى في بؤرة الحدث طول الوقت فبقى قدامها السوشيال ميديا تاخد سيشن تصوير تقول إفيه تتفاعل مع حاجة معينة فده الفنان طول الوقت عايز يبقى تحت الضوء يعني ويمكن يعني أخذ من كلام الدكتور محمد أستاذ محمود أنه يمكن الفنان مش عايز انه يضيع فرصة مخاطبة فئات طبعاً. كتيرة موجودة على السوشيال ميديا هو بعض الفنانين اكتشفوا فعلا دور السوشيال ميديا في الموضوع ده فبدأ في بعضهم سلم حساباته لشركات تديرها بحيث ان هي تقدر تحط بقى افيهات ترد على المتابعين وهكذا علشان يبدأ يفضل موجود على الساحة طول الوقت والبعض التاني اتجه للمنطقة بقى اللي احنا عايزين الناس تبعد عنها وهي فكرة ان هو يبدأ يشتري بقى مشاهدات يبدأ يشتري متابعين وهكذا برضو مقابل ان هو يتقال ده اكتر فنان حقق ريتويت الشهر ده اكتر فنان حقق فيوز الشهر ده وهكذا برضو ده اللي المفروض اللي بندعو كمان الفنانين دي في الاخر بتكون فضايح بعد كده بنلاقي فنان مصري ومثلا يعني عايز اقول لحضرتك ان مثلا خلال 2020 فيسبوك قفل تقريبا اكتر خلال النص الاول كمان من 2020 قفل اكتر من مليار حساب حول العالم فانت تيجي تبص بقى خلال الفتره دي على الصفحات اللي قلت خلال الفتره دي وتكتشف قد ايه دول كان عندهم فيك اكاونتس خلال الفتره دي بعض الفنانين يعني بعض الفنانين وبعض الاعلام وبعض مش بس في مصر يعني على مستوى العالم كله ومؤسسات كبيره ومؤسسات صغيره يعني وعلى مستوى العالم مش بس مصر تويتر مثلا كل شهر تويتر فكره ان انت تعمل عليه فيك اكونتس يعني بيتقفل بعد ثواني معدوده من ما هو يتعمل نتيجه الحاجات اللي بيستخدموها ان هو فكره ان انت عشان تعمل اكونت لازم يكون عندك رقم موبايل ورقم موبايل ده يكون شغال وهكذا فبيقفل مثلا شهريا تقريبا من 20 ل 30 الف دول اللي بيطلع بيهم بيان كمان فده بينكشف بسرعه فاحنا بنقول للناس بقى ما تعملوش ما تروحوش اشتروا حسابات ما يعني في ناس بتروح تعرض على الفنانين دي ان هو تعالى هزود لك حسابك هديك مليون متابع وحقيقي انا فعلا يعني دخلت مثلا على انستغرام احدى الفنانات اللي هي يعني مش صف تاني حتى يعني ده مش هقول اسمها بره الصف بره الصف خالص فلقيت الارقام اللي هي المليون وحاجه بصيت على الانستجرام بتاع فنانة مشهورة جدا في الغرب يعني فنانة عالمية لقيت حوالي 600 ألف يعني قلت يعني الحاجة فلانة ده حلال يعني هو بيبان أكتر جداً في يعني. شكل التفاعل اللي بيحصل بقى على الحساب ده يعني هل ده فعلا تفاعل حقيقي ولا لا يعني أنا مجتهد أنا بحط صور يعني لازم تجيب مشاهد طب ما هو ده اللي بيجيب المشاهد اللي ده بتكلم على الغربية مش كده لا 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 طيب أيضا بعض اللي يعني المثقفين بعض الكتاب بعض السياسيين برضو انتبهوا لأهمية هذه المنصات يعني وبيشاركوا فيها هو من زمان الحقيقة الحكاية دي عن السياسيين هي بدأت مثلا بشكل واضح جدا في حملة أوباما 2008 ان إدارة أوباما اكتشفت إدارة المرشح أياميها أوباما اكتشفت ان ممكن تنظم وتدير الحملة بأقل التكاليف بدل ما تبعت أكتر من حد في أكتر من مكان هي بتدير عن طريق تويتر وده بيقلل تكاليف الحملة زائد ان بيعرف رد الفعل بسرعة ان لو في حدث حصل في مشكلة حصلت يقدر يديره وهو قاعد فده سياسيا بيتم استثماره من زمان وطبعا ولكن أكبر واحد بيستثمر ده دلوقتي ترامب طبعا بس للأسف بقى المسألة دخلت في سكة توجيه الناخبين يعني في اتهامات لقادة كتير جدا نجحوا في الانتخابات عن طريق الحكاية دي يعني مثلا وجهت اتهامات لرئيس البرازيل فترة من فترات اللي هو اليميني ان وجه الناس برسائل فيسبوك وحرك شرائح معينة للتصويت او التخويف من حاجات بعينها
فبيتم يعني الناس تعاملت مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي انها ديمقراطيه وانها تتيح الطريق للديمقراطيه، لا هي ضد الديمقراطيه في الفتره الحاليه وبتهدد الديمقراطيه. جميل جدا. طيب يمكن المثال اللي انا يعني اتكلمت فيه مع الدكتور محمد مثال ترامب، يعني هو اكتر الرؤساء متهيألي نشاطا على تويتر، يعني وبيرسل كل رسائله قبل ما يطلعها في ستيتمنت، يعني في بيان بيطلعها عن طريق التويتر. هي مش بس ترامب بيعمل كده، يعني حتى في حكومات عربيه بتطلع قراراتها على تويتر. بس ترامب ده يعني اشهر حد. ترامب تقريبا بيشتغل في تويتر يعني ومع ذلك تويتر بيقف ضده في حاجات كتير، يعني في مثلا اخبار بينزلها بيحط له عليها علامه ان الاخبار دي فيك نيوز، ده الرئيس الامريكي، يعني ده بيعمل مع الرئيس الامريكي ان ده فيك نيوز ومش هيكون مسموح ان هو يكون موجود على المنصه عندنا فيك نيوز بالشكل ده. بس في حكومات كتيره اكتشفت ان دور المنصات، يعني زي مثلا الحكومه السعوديه بتطلع قراراتها على تويتر قبل ما بتطلعها على واس، حكومه الامارات بتطلعها على تويتر قبل ما بتطلعها على وام، بعض الوزارات المصريه بتنزل قراراتها على فيسبوك قبل ما بتطلع مثلا على الف شين الف، مثلا زي مثلا وزاره الصحه في اوقات كتيره جدا بتنزل البيان بتاعها على صفحه التواصل الاجتماعي بتاعتها على فيسبوك قبل ما بتطلعه على الف شين الف. ففي الاخر الحكومات اكتشفت الدور ده مؤخرا، هو اتاخر تقريبا 8 سنين يعني في الوطن العربي، بس في الاخر اكتشفت طريقه الوصول للمتابعين السريعه، يعني ان في الاخر ما هي حتى لو نشرته هي في الاخر الهدف من ان هو يطلع بيان ان هو يوصله لاكبر شريحه في وقت قصير جدا، فاكيد على بال ما ينشره على الوكاله بتاعته ويرجع الوكاله نفسها تشيره على احنا قدام كمان اجيال حياتها على الموبايل، يعني حتى مواقع الانترنت والابلكيشن الناس ما بتدخلش، يعني المرتبه الاولى في تصفح المواقع الاخباريه مثلا بتبقى عن طريق الموبايل مش عن طريق البي سي، مش عن طريق الجهاز الشخصي. فمخاطبه هذه الاجيال وهذه الشرائح ده مهم جدا ان الناس تخاطبها باللي بتستخدمه. الناس بتذاكر عن طريق الموبايل، بتكتب عن طريق الموبايل، بتشوف حياتها، بتشوف تلفزيون، بتشترك في انتاج تلفزيوني حتى عن طريق الموبايل. فاحنا امام يعني وسيلة مؤثرة للغاية لدى شرائح عديدة، فبالتالي المؤسسات الحكومية أو الحكومات بتخاطب الناس بما يفهمونه. طيب خلوني أشوف على صفحتنا، يعني كنا طرحنا هذا السؤال، هل بتحب تشوف كل أنواع المحتوى على السوشيال ميديا ولا المحتوى الهادف فقط؟ يعني للأسف أنا عندي الصفحة مش ظاهرة علشان كده مش قادر يعني أقرأ هادف. بالصراحة هبة سعيد بتقول هادف الصراحة عشان السوشيال ميديا بقت مملة ولا فيها أي معلومات هادفة. علاء أو ألاء عبد الغني بتقول طبعا الهادفة. يارا النجار بتقول بحب أعرف كل حاجة بصراحة. جوجا حسين بتقول بحب يكون هادف عشان السوشيال ميديا بقت مليئة بالحاجات اللي الواحد مش بيستفيد منها. أميرة البحار لا طبعا الهدف فقط، لو هتفرج على كل حاجة يبقى مش هشتغل ولا عيش حياتي اليومية، يبقى هتفرج للسوشيال ميديا فقط 24 ساعة، بالإضافة لأن متابعة الأشياء الغير هادفة إهدار للوقت. رحاب عبد الراضي بتقول المحتوى الهادف. طيب دي بعض يعني الإجابات اللي جات لنا على هذا السؤال، على مسألة التصفح محتوى السوشيال ميديا، هل المحتوى الهدف ولا كل حاجة؟ بالتأكيد السوشيال ميديا فرض نفسه على حياتنا وعلى مجتمعنا، بالتأكيد هناك من سيظل يجري وراء الهدفين، هدف الربح وهدف الشهرة، ومهما حصل يعني هذان الهدفان سيبقيان وسيستمران إلى أن يظهر شيء جديد زي السوشيال ميديا. مش عارف إيه اللي ممكن العشر سنوات القادمة يعني تظهره أو تأتي به. أنا بشكركم شكرا جزيلا، الدكتور محمد فتحي يونس مدرس الإعلام، أستاذ محمود صالح محلل مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا في رأي عام. كده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام، نشوفكم بكرة بإذن الله، تصبحوا على خير.